عمرو سيف الجزيري ليه تم استبعاده من مباراه بيراميدز؟ مش مركز محسومه يعني. خوان كارلوس اوسيريو قال لجهازه انا شايف سيف الجزيري اتكلم مع الاداره في مستحقاته وعايز فلوسه فهو مش مركز معانا، فانا شايف ان هو من الافضل ان هو ما يكونش موجود. خد بالك في حاجه الناس ما تعرفهاش، اوسيريو بيجي في صف اللعيب اللي ليه فلوس. صح. اي لعيب بيروح يكلمه يقول له انا ليا فلوس وبتاع والدنيا ماشيه كذا وانا هتكلم مع الاداره او انا عملت شكوى او انا مش عارف ايه، فانا مش حابب ابقى موجود مثلا، فبيقول له خلاص زي الفل وانا بدعمك جدا وده حقك الطبيعي بس انت مش معايا. فده اللي ما يعني مش ده بقى اللي حصل، لان الجزيري من اللعيبه اللي هي ما في بعض اللعيبه بتطلب ان هي ما تبقاش موجوده للمستحقات. واتكلمنا قبل كده. بس سيف الجزيري مش من نوعيه اللعيبه دي. هو المدرب عارف ان هو اتكلم مع الاداره، سيف الجزيري ما طلبش انه يخرج، ولكن المدير الفني راى ان اللعيب مش مركز معاه، فمن الافضل انه يكون خارج المعسكر ده. بالمناسبه طالما اتكلمنا في موضوع سيف الجزيري، هو سيف الجزيري عنده مشاكل ماديه بقى لها فتره، وهو بيتعامل حتى مع بنك تونسي فراح يطلب قرض، فهم رفضوا يدوا له القرض قالوا انت ما بتدخلش فلوس بقالك فتره، فهو نقل كل اللي هو عايش فيه والمشاكل اللي هو عايش فيها بقاله فتره للاداره والجهاز الفني. فالمدرب بينه وبين نفسه قال لك ده 100% كده. هو بيقول انا مفنش الدوري ما خدش فلوس من بعد ما فنشنا الدوري وانا مفنش الدوري كويس، فهو 100% المدير الفني قال لك لا 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 ده هو بيتكلم في ان هو محتاج فلوس عنده مشاكل ماديه وراح طلب كارد وكارد. فالقصه دي كلها الراجل حسبها لك لا ما ينفعش يبقى موجود معايا في ماتش مهم زي ماتش بيراميدز لان هو كده خارج تركيزه تماما. تمام. الاداره عملت ايه؟ الاداره قالت للاعيبه الاجانب يوم الاحد او الاثنين هتاخدوا 50% من فلوسكم القديمه وال 50% الثانيه تاخدوها مع المجلس الجديد. هاي. حمزه المسلوسي ابلغهم ان هو موافق. سامسون اكينول ابلغهم ان انا موافق، قالوا له بس انت تعالى عشان تعمل شكوى وعايز تفسخ. فتيجي نعمل جلسه ونمضي اتفاق بحيث ننهي موضوع الفسخ ده تماما. قال لهم لا لا انا هاخد ال 50% بتاعتي وانا موافق اكمل وما افسخش، بس انا مش همضي اتفاق وبتاع، انا احط يعني اعملوا ايداع للفلوس من غير ما ايه؟ من غير موقع على اي اتفاقات. شغل دماغه. لا وانا وهو شاف بقى ان كله بيشغل دماغه على الزمالك ما شغلش دماغه انا كمان ليه يعني. لا بس يعني اديني اماره. لا وانت بالذات صح اديني اماره. يعني يا عم سامسون اماره كده اتنين. انا واجه على فكره اشتغل كويس في الوديات. فكان يعني هيبقى فيه اهو. يلا اي حاجه يعني نستفيد ان انت جيت. ما فيهوش امل ده ما فيهوش.